والآن مشاهدينا إلى الأحوال الجوية والطقس تستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة ليلى. مرة أخرى إليك ليلى. شكرا جزيلا لكم، ونتابع معكم أهم وآخر أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية من القاهرة والعظمى فيها 21، الصغرى 11، الإسكندرية 21 11، مطروح 19 11، بورسعيد 20 13، الإسماعيلية 21 9. نتحول إلى السويس 21 10، العريش 20 10، طابة 20 10، شرم الشيخ 24 15، الغردقة 23 13. أما في الأقصر فالعظمى 24، الصغرى 9، أسوان 26 11، الوادي الجديد 24 6، شلاتين 25 16، وأخيرا حلايب 23 17. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.